والحقيقة طبعا روي فيتوريا بيعمل جيدا على تجهيز مجموعة كبيرة من اللاعبين، خاصة حراسة المرمى. يعني أبو جبل في قمة تركيزه، وبالطبع روي فيتوريا بيذكر أبو جبل إنه قام بهذه المهمة من قبل. يعني أبو جبل في 2021 في الكاميرون تعرض المنتخب لنفس الإصابة من محمد الشناوي، وخروجه من التشكيل وخروجه من المعسكر، لكن أبو جبل قدر كبديل إن هو يتألق مع كيروش. فروي فيتوريا بيجهز تجهيز خاص عشان هذه المباراة التي تعد من أهم المباريات بالنسبة له، بالإضافة بالطبع إلى إنه بيتعرض أيضا إلى تجهيز بديل لإمام عاشور اللي تعرض لإصابة عاد منها. يعني الحمد لله كانت إصابة خفيفة رغم إنها كانت ارتجاج في المخ، لكن الحمد لله لعب بخير. فبالطبع بيجهز بديل آخر لإمام عاشور على أساس إنه هو يبقى في الارتكاز بجوار سواء بقى مروان عطية أو النني. يعني الحقيقة كمان أنا كنت لسه هسأل حضرتك مين اللي هيكون بديل إمام عاشور في المباراة اللي جاية؟ هو قدامه إما إن هو يدفع بحمدي فتحي جنب مروان عطية لو هو هيلعب اتنين ارتكاز، أو إن هو طبعا هيضطر مع النني إن هو يلعب مع النني ومروان عطية وحمدي فتحي. الثلاثة دول ممكن يكون هو البديل، خاصة إن هو هيغير طريقه اللعب بتاعته لانه طبعا. طيب مهند لاشين ممكن يلعب؟ يعني متوقع ان هو يلعب؟ هيبقى يعني دي هيبقى حمل كبير على مهند لاشين، لانه مهند لاشين ما لعبش المباريات السابقه، فمعنى ان هو يحمله هذه المباراه الاقصائيه هيبقى ضغط نفسي وعصبي على اللاعب، وهو عايز اللعيبه الجاهزه المتجانسه للعبه الثلاث ماتشات السابقه، لان مهند لاشين لم يدفع بيه فيتوريا حتى في كاحتياطي او في وقت بديل ضائع، يعني ما لعبوش حتى خمس دقائق. فهو فيتوريا مش هيغامر مغامره كبيره جدا رغم جوده اللاعب، لكن هو قدام مباراه اقصائيه، فهو عايز اللعيبه المتناغمه المتفاهمه، خاصه ان هو بيجهزهم نفسيا وبدنيا، فبالتالي هيبقى صعب على مهند لاشين. لكن انت عارفه المدربين ممكن يغيروا ارائهم في اي وقت. طيب محمود حماده ملوش فرصه؟ ولا محمود حماده برضو. احنا بنتكلم لاميا، احنا بنتكلم عن مباراه صعبه امام فريق قوي، فريق يحتاج الى دفاع قوي. يعني المغرب نفسها اللي هي بتلعب كره هجوميه غيرت الطريقه بتاعتها وغيرت شكلها امام الكونغو ولعبتها بالطريقه التقليديه اللي هي زي ما احنا بنسميها كده تحفظ دفاعي مع هجمه مرتده. فانت عايزه لعيبة تكون لعبت مع بعضها تجانست مع بعضها، مش محتاج ان انت تغامر تحط عنصر لسه ما لعبش، زي ما حصل في مباراة كاب فيردي عندما دفع احمد فتوح في الجهة الشمال ثم اضطر الى تغييره لانه مش متجانس مع اللعيبة وما لعبش قبل كده يعني ثلاث مباريات او مباراتين. فبالتالي صعب على فيتوريا انه يدفع بلعيبة ارتكاز يحتاج فيها للياقة بدنية عالية الى تركيز